عدم الاكتراث والمغامرة بالسباحة في الأمواج العالية وتجاهل الراية الحمراء وتحذيرات عناصر الحماية المدنية بخطورة السباحة سلوكيات سلبية بالشواطئ خلفت عديد الضحايا. هم يشوفوا فيه روج وراح يوم والله غرب بيهديهم، أقسم الله غرب بيهديهم قبيلة ديروا لنا خلع قبيل أربع قريب ماتوا قبيل. هو يشوف فيه تراب وروج هو راح يعوم، حنا وخفنا نعوم، حنا ولا زال خفنا نعوم. أقول كنت كي غنعسوهم بس هذول رجال طايرين فوق الحق. دعوات رفعها العديد من المواطنين إلى ضرورة التحلي بالحد الأدنى من ثقافة التعامل مع البحر واتباع إرشادات الجهات المختصة. صح خاوتي المواطنين في نهار كيما هكذا كتعود مو في طون بزاف والله ما يريسكيوش بولادهم ما يريسكيوش بمارهم، نزيد نعاونوا الأمن تاعنا والمقيمين بالله والحمد لله راه كاين الأمن وراهم يسيفلو قبل ما تبدا الموبيطو بزاف. الشط واعر شويه هنايا مع الموجات هذه والموفمون والحاله. نورمالمون الناس يعودوا شويه متوعيين ويعرفوا كيفاش يفولوا البحر هذا يبعدوا عليه شويه. قول الاولياء اللي فامي اللي يجوا عندنا يعسوا ولادهم. لاخذوش بزاف اللي راهم يغرقوا بزاف اللي راهم يتبحروا. احترام مختلف التوصيات الأمنية والتحسيس بخطورة المغامرة بالسباحة في الشواطئ الممنوعة ضرورة لتفادي حالات الغرق التي تسجل سنوياً.